طيب احنا يعني بنتكلم عن يد وسلة وطايرة، خلينا نروح للسلة شوية. كنا لسه بنتابع مباراة يعني الأهلي والطيران، وعندنا لسه شوط كبير جدا من المنافسات القوية. وزي ما صحيح. بيتقال دايما، كل ما بتخرج من موسم قوي كل ما الموسم اللي بعده بيبقى أشد تنافسية وبيبقى عليك مسؤولية أكبر. فده بينطبق بقى زي ما أنت قلت في بداية الحلقة على كل ألعاب الصالات في النادي الأهلي. الحقيقة مفيش رياضة يعني مقصرة، فعلا كله بيعمل اللي عليه وكله بيأدي زي ما يقدر. فخلينا نطمن كمان على كرة السلة، سواء هنا بنتكلم رجال أو سيدات. يعني إن شاء الله خلينا نتكلم في البداية إن الفضل اللي فيه الألعاب الجماعية طبعا لمجلس إدارة النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي لم يبخل على الألعاب الجماعية بالتدعيمات من بداية الموسم. صحيح. ومش بس كده، إحنا النادي الأهلي واللي أنا أعرفه إن في كمان تدعيمات إن شاء الله في يناير، بس طبعا مش هنقدر نتكلم في التدعيمات القوية اللي النادي الأهلي شغال عليها إلا طبعا الإعلان الرسمي، لأن إحنا من بنمشي قبل طبعا النادي ورا بالظبط. الإعلان الرسمي، لكن في تدعيمات قوية لم يبخل بالدعم من بداية الموسم بس، ولكن في يناير في تدعيمات قوية جدا لكل الألعاب، وهو ده اللي عمل طبعا الطفرة الكبيرة سواء في الموسم اللي فات أو الموسم الحالي. فريق السلة رجال طبعا جهاز فني محترم بقيادة طبعا أجوستي أوجوستي بوش الساحر، عامل شغل رائع. وعندنا لعيبة مميزة بصراحة. بدأ النادي الأهلي بمباراته طبعا أمام الطيران في الدور التمهيدي، الأهلي حامل اللقب. مباراة امبارح بصراحة شهدت تألق كبير جدا من عدد اللعيبة سواء إيهاب أمين أو عمرو الجندي أو عمر عزب اللي عودته طبعا كانت مهمة، أو المحترف طبعا عيسى. يعني أنت عندك هو كمان لو اتكلمنا أنت القوام الرئيسي بتاع منتخب مصر من داخل النادي الأهلي، بطبيعة الحال فمباراة النادي بالظبط، الأهلي بطبيعة الحال ده في كل حاجة، كل في كل الرياضة الرياضات في كل أصلا. الرياضات. فأنت طب عندك مباراة الأهلي ومباراة الطيران كانت مباراة قوية، قدر النادي الأهلي يحقق نتيجة الفوز بنتيجة طبعا 86-57. دي أول مباراة في الدور التمهيدي، كلنا ثقة في كتيبة طبعا أجوستي رجال السلة في النادي الأهلي، عندهم طبعا ماتش العودة يوم الخميس بإذن الله، وبعد كده المرحلة اللي جاية اللي هي تبقى المرحلة المهمة والأصعب. أنت عندك طبعا منافس قوي زي نادي الاتحاد وعندك نادي الزمالك، لكن كلنا ثقة في رجال السلة، عندك لعيبة مميزة يقدروا يصنعوا الفارق مع النادي بس الأهلي. عندك إصابات أيضا، صح؟ احنا ده كنا عندنا بنتكلم إصابات، ده اللي احنا هنتكلم عنهم بصراحة، وهم إصابات قوية ولاعيبة مهمة جدا. زهران و عمرو زهران طبعا رباط صليبي هيخضع طبعا لعملية جراحية أصعب تقريبا خلال الإصابات. بالظبط. الفترة اللي جاية، فضلوا طبعا ان هم العملية تتعمل هنا في مصر علشان عودة اللاعب بسرعة، لان اللاعب طبعا لو سافر بره في اجراءات وفي تأشيرة وفي حاجات بتخلص كتيرة جدا، لكن المعلومة اللي عندي ان هو هيعمل العملية خلال الايام اللي جاية. إن شاء الله على خير يا مؤمن رب. طارق خيري ده برضو الإصابة اللي كانت قوية، دي إصابة هيغيب طبعا لمدة شهرين، كسر في أنقل القدم. يعني إصابات قوية طبعا للفريق. هو لا سقف الإصابات صراحة للأسف. للأسف. عمرو زهران طبعا كان اتصاب مع منتخب مصر في البطولة العربية اللي توج بيها منتخب مصر، إصابة كبيرة، وطبعا أنا بالنسبة لي كانت صدمة إصابة عمرو زهران أو بعدها مؤمن طارق خيري. إحنا بنتكلم إن دول مستقبل النادي الأهلي، دول شباب النادي الأهلي اللي دايما النادي الأهلي بيعتمد على المستقبل اللي هيكون مستقبل للنادي الأهلي في كل البطولات.